متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة للمملكة، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى حسب آخر صور الأقمار الاصطناعية أن يستمر تأثر هذه المناطق الممتدة من المناطق الغربية للمناطق الشمالية الشرقية بظهور لكميات كبيرة من السحب والغيوم تشمل مناطق المدينة المنورة، في أيضا مناطق ينبع، مناطق حائل وبريدة في القصيم، حفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة. بعض من هذه السحب يتخلله بعض الغيوم الممطرة، وبالتالي بعض الزخات المحلية من المطر واردة في هذه المناطق. سحب وغيوم ركامية ظهرت اليوم في بعض مرتفعات جبال جنوب غرب المملكة، عملت على هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار. توقعات النماذج الحاسوبية لأماكن هطول الأمطار، كما نلاحظ مع ساعات مساء اليوم بعض الزخات المحلية التي تكون بالغالب خفيفة الشدة من الأمطار في المنطقة الممتدة من شمالي شرق المدينة المنورة إلى المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة، وتستمر هذه الفرصة موجودة معنا بل وتنتقل أكثر جنوبا لتشمل أيضا أجزاء من القصيم ربما وحفر الباطن وربما أجزاء من المدينة المنورة، خاصة مع ساعات صباح يوم الأحد. أما في ساعات النهار يوم الأحد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل زخات رعدية من الأمطار على أجزاء مختلفة من جبال جنوب غرب المملكة، تشمل مرتفعات عسير والباحة وأبها، وأيضا تمتد ربما إلى مرتفعات الطائف، وحتى ربما أيضا تقترب قليلا من مرتفعات المدينة المنورة. مرتفعات الطائف أيضا وارد جدا بها أن تهطل بها زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى يوم الأحد. بعض الأمطار أيضا محتملة في المنطقة الشمالية الشرقية وأيضا منطقة القصيم على شكل زخات محلية من أمطار. باقي مناطق المملكة الأجواء بها خاصة في القسم الأوسط والجنوب الشرقي حار للغاية، ودرجات حرارة أربعينية، درجات حرارة أكثر انخفاضا عما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الشمالية الشرقية الغربية الشمالية الغربية من المملكة. الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء عبارة عن أجواء طبعا حارة أو دافئة بشكل كبير، درجة حارة الصغرى 30 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب والغيوم المتفرقة. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض واعتبارا من يوم غد، الأجواء لاهبة 44 درجة مئوية في ساعات النهار في العاصمة الرياض والصغرى 29، تستمر أيام الاثنين والثلاثاء، وبالمناسبة درجات حارة هناك هي أعلى من المعدات الطبيعية لهذا الوقت من العام وبعدة درجات، والأجواء حارة للغاية في العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نستعرض درجات حرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في بعض مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من المنطقة الشمالية، تكون في سكاكا 34 إلى 23، في عرعر 35 إلى 22، وفي تبوك من 35 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى في جدة 34 إلى 28، في المدينة المنورة 40 إلى 27، في مكة المكرمة 41 إلى 28، لكن في الطائف هناك فرصة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، والعظمى 32 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية فرص لبعض الأمطار الرعدية في مرتفعاتها الجنوبية الغربية، في الباحة 29-18، في أبها 29-18 أيضا، وفي جازان من 37 إلى 30 درجة مئوية. أجواء لاهبة للغاية في الإحساء في شرق المملكة 46 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 27، أيضا أجواء حارة للغاية في الدمام من 41 إلى 29، وفي حفر باطن من 42 إلى 29، مع أجواء قد تكون أحيانا مرفقة بهطول لزخات محلية خفيفة من الأمطار، ولكن أيضا ربما تترافق بنشاط بسرعة الرياح، الأمر الذي يؤدي لإثارة الأتربة والرمال. نختم هذه النشرة الجوية من المنطقة الوسطى. في العاصمة الرياض كما تحدثنا أجواء لاهبة 44 إلى 29، في بريدة 41 إلى 27 مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار كما تحدثنا، وفي حائل من 37 إلى 23 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة. أتمنى لكم جميعا أوقاتا سعيدة وبصحة جيدة، دمتم بخير، إلى اللقاء.